قبل ما قلبي يقول لي اسألها جاوبت هي سؤالي جاوبت هي سؤالي. صباح الخير حبيبات قلبي، اليوم عندي طبخة زاكية لكم، بامية مع لحمة. بس عشان تسوي البامية مع اللحمة لازم يكون عندك شوربة اللحمة تومي وملح وبندورة وزيت. بس عشان تطلع اللحمة زاكية لجوزك وولادك لازم تنقيها صغيرة وطرية عشان تطلع معك زاكية. هلأ تعالوا معي هون عشان أورجيكو كيف بتسوي هاي الطبخة اللي علمتني إياها سميرة، الله يرد عليها، عشان تطلع معكو زاكية وحلوة. تنسيش، هي حكيت لك ها، اللحمة البامية.